اهلا بيكم يا جماعة، ومعاكم ماريو جميل. طبعا كل واحد بيقدم على منحة دراسية بتكون عنده عقدة تقديم شهادة اثبات اللغة الانجليزية، سواء توفل او ايلتس. انا النهاردة في الفيديو ده هكلمك عن منحة جامعة سكولتك الروسية لدراسة الماجستير او الدكتوراه وبدون شهادة لغة انجليزية، يعني بدون توفل او ايلتس. وكتعريف بسيط عن جامعة سكولتك الروسية، فهي جامعة عاملة شراكة مع معهد MIT في الولايات المتحدة الأمريكية. مدة دراسة المنحة في جامعة سكولتك الروسية بالنسبة للطلبة اللي رايحة تدرس ماجستير فمدة الدراسة سنتين، وبالنسبة للطلبة اللي رايحة تدرس دكتوراه فمدة الدراسة 4 سنين. وكمان اللغة اللي هتدرس بيها هي اللغة الإنجليزية. ومن أهم المميزات اللي بتقدمها منحة جامعة سكولتك الروسية إن فيها تخصصات كتيرة ومختلفة، يعني بكل بساطة أنت ممكن تلاقي التخصص اللي أنت بتدور عليه، وهتقدر تلاقي كل التخصصات اللي تقدر تقدم عليها سواء لبرنامج الماجستير أو برنامج الدكتوراه في اللينك الموجود تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. اما بقى بالنسبة المنحة بتوفر لك ايه، او المنحة بتغطي ايه من ناحية المصاريف، فالمنحة بتغطي لك كل المصاريف الدراسية، وكمان بتغطي لك التأمين الصحي، وكل شهر بيدولك مصروف جيبي بقيمة 40,000 روبل. 40,000 روبل دي انت تقدر تعيش بيها في روسيا، تدفع للسكن بتاعك وتاكل الاكل اللي انت عايزه وتعيش احسن معيشة. كل اللي هتدفعه هتدفع الفيزا والطيران بتاعك، والمصروف اللي هيديهولك كل شهر هتقدر تغطي بيه نفسك وزيادة كمان في روسيا. والكلام ده انا بقوله عن تجربة، ان انا دلوقتي بدرس ماجستير في روسيا في سيبيريا في جامعة نوفو سيبرسك. بالنسبة للشروط المطلوبة علشان خاطر تقدم على المنحة دي، فهي شروط بسيطة جدا. لو انت طالب مقدم على برنامج الماجستير، فانت لازم تكون طالب حصلت على درجة البكالوريوس، يعني خلصت جامعة، او ممكن لو انت في اخر سنة دراسة في الجامعة بتاعتك فانت ينفع تقدم على المنحة دي. ولو هتسألني ازاي اقدم على المنحة دي وانا مش معايا شهادة التخرج بتاعتي، فانت في الوقت ده بترفع بيان الدرجات بتاعك وبترفع اثبات قيد موجود فيه ان انت طالب في اخر سنة دراسة ليك في الجامعة. اما بقى بالنسبة للطلبة اللي هتقدم على برنامج الدكتوراه، فلازم يكون معاه شهادة اثبات ان هو خلص الماجستير بتاعه. وزي ما قلنا في بداية الفيديو ان المنحة دي مش بتكون طالبة منك شهادة اثبات لغة انجليزية، يعني هي لا طالبة منك تويفل ولا طالبة منك ايلتس. ولكن في الحالة دي انت لازم ترفع لهم في المستندات اثبات ان انت كنت في فترة الدراسة بتاعتك بتدرس البرنامج بتاعك باللغة الانجليزية. بالنسبة بقى لطريقة التقديم، فطريقة التقديم سهلة جدا. انت هتلاقي لينك التقديم موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. كل اللي عليك ان انت هتدخل وهتملى الابليكيشن وهترفع السي في بتاعك، هترفع خطابات التوصية بتاعتك، وبيكونوا طالبين 2 خطاب توصية، وهترفع كمان الموتيفيشن ليتر او الخطاب التحفيزي بتاعك. كل ده برضو هتلاقيني سايب لك لينكات ليه، سواء ازاي تعمل سي في، ازاي تعمل الريكومنديشن ليتر، ازاي تعمل الموتيفيشن ليتر. وبعد ما بتملى الابليكيشن وبترفع المستندات بتاعتك، فانت بتستنى لما تجي لك رسالة القبول. بعد ما بتجيلك رسالة القبول بيحددولك ميعاد ان انت تدخل في امتحان، وبعد كده بتمشي البروسيس بتاعة الفيزا وميعاد السفر والكلام ده كله. في حد متابعني ومهتم بطريقة التقديم، فانت ممكن تسيبلي في كومنت ان انا اشرح الابليكيشن وازاي تقدم على المنحة دي. واتمنى في نهاية الفيديو ان انت تكون استفدت، وما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة علشان خاطر تتابع معايا كل حاجة بتخص المنح. وممكن تتابعني على فيسبوك على هاشتاج فرصة كل يوم مع ماريو، او هاشتاج مسافر في الطريق وحدك، او على البيج بتاعتي على فيسبوك مسافر في الطريق وحدك. وشكرا.